معنا الدكتور عبد الفتاح محمد، أستاذ مشارك زائر بكلية السياسات العامة جامعة حمد بن خليفة. دكتور عبد الفتاح، بداية أرحب بك في ميكروفون مساء الدوحة. أهلا وسهلا بكم وأشكركم على الاستضافة. دكتور عبد الفتاح، اليوم يعني شهدنا ورشة ومحاضرة قيمة عن رؤية قطر الوطني 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، نتحدث عن ما طرح في هذا اليوم. قصة ومسيرة رؤية قطر الوطنية وما تبعها من الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ هذه الرؤية، رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجيتين اللتين سبقت 2011-2016، ثم الاستراتيجية الثانية من 2018 تقريبا ولا زالت موجودة. شرح في محاضرته بشكل يعني متميز حقيقة، شرح التحديات التي كانت تواجه دولة قطر في مرحلة سابقة، سواء كانت تحديات قضايا التحديث والمحافظة على التقاليد في نفس الوقت، وكذلك قضايا الانضباط في العمل في العمالة الوافدة أن تكون ماهرة، لأنه في فترة من الفترات كانت عمالة غير ماهرة، أيضا مسألة ضبط معدلات النمو وتوزيع كما يقولون حصص التنمية، باعتبار أنه صارت مداخيل دولة قطر من نهاية التسعينات وبداية 2000 مداخيل عالية بسبب الاستثمار في قطاع الغاز، وبالتالي احتاج الأمر أنه يتم الحفاظ على موارد هذا الجيل وكذلك موارد الأجيال القادمة. الجانب الثاني اللي هي التقارير التي تتابع مدى التقدم في تنفيذ هذه تقارير الإنجاز التي يتم متابعتها طبعا بأعلى مستوى، على مستوى مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ هذه الخطط، كذلك أصحاب السعادة الوزراء يتابعون تنفيذ هذه الخطط، كل في قطاعه وكل في مجاله. حقيقة كشاهد على هذا التقدم في دولة قطر منذ قدومي إليها في عام 2007، أنا أرى أن هناك تحولات كبرى حصلت في دولة قطر، وأن الطريق نحو رؤية قطر 2030، الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، حقيقة يتقدم بشكل مضطرد، وسنرى إن شاء الله تعالى دولة قطر 2030 دولة متقدمة تؤمن العيش الرغيد لمواطنيها. بل رأينا أن حتى المقيم يستفيد من وجوده على أرض قطر، يستفيد من هذا الأمن والسلم والتنمية التي حقيقة تطرد بشكل مستمر وبشكل إيجابي جدا وسريع. ونشهد في دولة قطر ديناميكية كبيرة جدا وتحولات كبيرة جدا، ودليل هذا الكلام حقيقة ليست مسائل عاطفية، وإنما مؤشرات ما يسمى بمؤشرات التنمية الدولية تشير إلى تقدم قطر في أكثر من قطاع وفي أكثر من مجال.